مرحب بأبطال الزمن اللي جاي. أنتوا أبطال الزمن اللي جاي. أنتوا أبطال الزمن اللي جاي. كل حد بلا استثناء، الضعاف، المتكعورين، المتلخبطين، من أبطال الزمن اللي جاي، لأنه ليس فارق عند الرب أن يخلص بالقليل أو بالكثير، بالمتلخبطين أو بالضعاف، مش فارق عند الرب. الرب يدعوك، الرب اللي مثل هذا الوقت حطك في الأرض. كلكم عارفين الآيات بتاعت استير، لمثل هذا الزمان، لمثل هذا الوقت أنت موجودة. أنت لمثل هذا الزمان أنت موجود على الأرض، ولأنك موجود على الأرض وموجود في هذه البلد وموجود على الأرض، لو أنت في بلاد أخرى أنت موجود لمثل هذا الزمان، والرب بيستدعي أبطاله في الزمن اللي جاي. الآية تقول كده، انزل يا رب أبطالك، ولأن الزمن اللي جاي محتاج أبطال، فرب بيستدعي. كلكم سمعتوني بقول هذا التعبير، عمال بقوله بقالي فترة، رب يستدعي الاحتياطي. ده زمن تعبئة، زمن تعبئة. يعني إيه زمن تعبئة؟ لأختي قالته برغم المفروض ده زمن تعبئة، ده كلمة المفروض الرجالة اللي عارفينها. زمن تعبئة ده مربوط بالجيش. زمن تعبئة ده لما الجيش يقوم عبئ كل صفوفه عشان صفوف الجيش كلها تتملي. فمش بيعتمد بس على الموجودين والناس اللي شغالة، لا، بيعمل استدعى للناس اللي في البيت، بيعمل استدعى للناس اللي خرجت نفسها من الصفوف وقالت أنا منفعش، أنا مصلحش، أنا بقالي فترة، أنا متلخبط، أنا عندي مشاكل، أنا عندي حاجات، شفت اللي حصل معايا. لما بيأتي زمن التعبئة بيحصل استدعى، بيخبطوا عليك في البيت، يقول لك الجيش بيناديك، الرب بينادي أبطاله. مفيش استثناءات في الاستدعاء، مفيش استثناءات في زمن التعبئة. ليه؟ لأن الرب بيعبأ الصفوف، بيعبأ الصفوف، بيعبأ الصفوف. تقوله بس في ناس شغالة، يقول لك بس أنا بعبأ الصفوف، أنا بستدعي الاحتياطي. في ناس حطت نفسها في صفوف الاحتياطي، حطت نفسها أنه أنا ملياش دور، أنا بحضر بس، أنا متلخبط، الزمن ده صعب، حطت حاجات كتيرة قوي. والرب ما بيفكرش بالطريقة دي، رب ما بيبصش، عينيه ما بتبصش زي ما احنا بنبص. فرب بيبص على حضراتكم وعلى كل حد بيستمع، وكل حد، كل العالم الحقيقة، وبينادي للاحتياطي، بيستدعي الاحتياطي. ممكن تبقى عندك أعذار، ممكن تبقى حاسنك مش فت، مش مناسب للصفوف بتاعت الرب، بس لما الرب بيستدعي الاحتياطي، لما الجيش بيستدعي الاحتياطي، ما بيستدعيش الناس المناسبة للصفوف. ممكن تكون كرشت، عملت كرش، يعني أنا لو صوتي مش واضح، ممكن عملت كرش، فأنت مش فت، مش 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 بصحة جيدة علشان تبقى في الجيش. مفيش ده استدعى. فبيستدعي المكرشين، بيستدعي اللي بيعرجوا، بيستدعي العرج والعمي والعسم، وبيدخلهم وبيقفهم في الصفوف، يقول لك العرج نهب نهبا. ليه؟ لأن ده الزمن بيستدعي فيه العرج عشان يبقوا أبطال. ده الزمن بيستدعي الرب ينزل فيه أبطاله، لأن ده زمن تعبئة. ولأنه زمن تعبئة بينادي بينادي بينادي، بيستدعي الاحتياطي، حتى اللي خرجوا نفسهم من الصفوف وقالوا ما نصلحش أو ظروفنا، رب يستدعيك. فبرحب بيكم يا أبطال الزمن اللي جاي مرة كمان، برحب بيكم، برحب بيكم، برحب بكل حد فيكم وكل حد سمعني. انتوا مش، أنا مش بشجع، أنا بتكلم عن قصد وعن جد وعن إدراك. أنا بقول إيه؟ أنا برحب فعلا بيكم لأنكم أبطال الزمن اللي جاي. لوقت مثل هذا انتوا موجودين على الأرض. سفر الأعمال قال كده، إنه الرب حدد بحدود أوقاتنا ومساكننا. يعني الرب حدد بحدود انك موجود في بلد ايا كانت البلد، وحدد امتى تكون موجود في البلد. حدد بحدود اوقاتك ومساكنك، فهو حدد امتى تبقى موجود وفين تبقى موجود. فلو انت موجود، واضح انك انت موجود هنا، موجود 17 و18 والازمنة اللي جاية هنا لو دي مشيئة الرب، او موجود في اي بلد من البلاد اللي بتستمع،
لو أنت موجود على الأرض في هذا الزمن فعن قصد هو حطك في هذا الوقت لأمور بيعدها والاستخدام هو بينادي بيه للأزمنة اللي جاية. ومرة تاني كلمة استخدام لا تعني أشخاص مستخدمين النهاردة وانت بتبص عليهم. كلمة استخدام تعني زمن تعبئة بيستدعي الاحتياطي. الكل بيتخبط على بابه وبيقوله تعالى. تقول أنا واحدة ست، أنا مش في الجيش. لا، الجيش بتاع ربنا رجالة وستات، لأنه لا ذكر ولا أنثى في المسيح يسوع. ده خبر مشجع يا سيدات، المفروض كنت ستات قاطر. نص كم التسقيفة دي بس. ماشي 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 خلاص. فما فيش استثناءات، ما فيش استثناءات في البطولة السماوية، ما فيش استثناءات في البطولة الروحية. يا ما سيدات بيبقوا أبطال أكثر من الرجال، لأن الموضوع مش شنب، الموضوع إنسان القلب الداخلي، إنسان الروح الداخلي، وإنسان الروح جوا كل أخت ليا مثل إنسان الروح جوا كل أخ ليا بيستدعى كأبطال في الزمن اللي جاي. صلواتك، صوتك، إيديك له احتياج ملح في الزمن اللي جاي. أيا كان شكلك، أيا كانت الأحداث اللي بتمر بيها، صوتك، صلواتك، إيدك المرفوعة لها احتياج ملح في الملكوت في الزمن اللي جاي. النهاردة اجتماع خاص، اجتماع صلاة، واجتماع بنتنبأ فيه أو بنصلي فيه. مش أنا جاي أتنبأ فيه، كلنا جايين، كل شعب الرب أنبياء في العهد الجديد، كل شعب يمكنكم جميعكم أن تتنبأوا. كتاب مقدس يقول كده. فببساطة تقولي تنبأ بيه، أقولك تتنبأ بكلمة الرب على الزمن اللي جاي. صوتك، إيديك المرفوعة، صلواتك لها احتياج ملح. أنا آسف مرة تانية، أنا بعتذر، أنا ما ابتديتش الوعظة، أنا بحكي معاكم. أنا بعتذر للناس الوقفة، كان نفسي كل حد يكون قاعد. هقول ليه بقول الجملة دي؟ لأني مش عايزك تتعب في الوقفة، عايزك تقعد وتستمع كل النهاردة، لأني أنا محتاج صوتك في الصلاة، أنا محتاج إيدين كل حد حتى الواقفين ورا المرفوعة، لأن ملكوت الرب محتاج كل صوت وكل إيد وكل صلوة خارجة، كل نبوة خارجة، لأن الواحد بألف، فلما بتزداد الألوف، إحنا أكثر من 1300 هنا، في حاجة بتزداد بملكوت الرب. ليه؟ لأن الرب يريد أن يصنع أمور في بلدنا أعظم جدا من اللي حاصل. هناك احتياج لكل صوت، هناك احتياج لإيد حضرتك، هناك احتياج لصلوات حضرتك، هناك احتياج لصوتك ولصوتك أنه يخرج في هذا الزمن. ومن هذا اليوم فصاعد، مش علشان حاجة بس أنا بشجعك، من هذا اليوم فصاعد من فضلك ما تكتمش صوتك وانت بتصلي. من هذا اليوم فصاعد من فضلك طلع صوتك في قطك، في بيتك، في اجتماعك، في كنيستك، أيا كان المكان. الرب محتاج. عارفين لما الرب قال قولوا، لو حد قال الأتان انت بتاخد الأتان ليه؟ قول الرب محتاج إليهما. الرب محتاج لحضرتك. الرب محتاج لصوتك. الرب محتاج لإيديك المرفوعة. ليه؟ لأن إيديك المرفوعة وقلبك المرفوع هو الـ هو الـ هو المكان اللي بيستقر عليه الحضور الإلهي، عشان هو عايز يعمل حاجات في الأرض. الرب إيديه مش بتستقر على التراب، إيديه بتستقر على قلب حضرتك وحضرتك. ورب يدور على مكان يستقر عليه في بلدنا، رب يدور على مكان يستقر عليه، ومن خلال استقراره في قلبك وفي قلبك الرب عايز يتحرك. فالرب محتاج إلينا، الرب محتاج إلى كل أتان فينا. الرب يأتي عليها، لأن الرب دخل على الأتان والجحش ابن أتان. أنا ما أقصدش أنك أنا أقصد أنك تستوعب. الرب بيستدعينا لأن الرب عايز يحمل على كل واحد وواحدة فينا. اللاويين هو كانوا بيحملوا الحضور الإلهي. فمن فضلك من هذا اليوم فصاعد، فصاعد لدى الأزمنة اللي جاية. ما تكتمش صوتك جواك، ما تكتمش، ما تنزلش إيدك المرفوعة، قلبك المرفوع والصلوات اللي خارجة. من فضلك الرب محتاج إليهما. الرب محتاج لكل صوت، لكل حد هنا استثنى نفسه. تقولي أنا ظروفي، أقولك ما تستثنيش حتى لو ظروفك. تقولي أنا واقع بقالي فترة، ما تستثنيش حتى لو أنت واقع، لأنك لو وقفت في الدعوة اللي دعيت ليها بتتحرك من الطبيعي إلى المعجزة أو للدعوة اللي الرب دعاك ليها. ما عرفش لو استير ما كانتش وقفت في المكان اللي دعاها ليه الرب، كان حالتها بقت إيه؟
ما اعرفش كان بقى حالتها ايه، بس ما ظنش كانت استير كانت هتتملي مجد لو استير ما وقفتش في المكان اللي دعاها ليه الرب. الوقت مثل هذا حضرتك وحضرتك موجودين في الارض محتاج انك تدرك رب يستدعي ابطاله. انزل يا رب ابطالك، رب ينزل ابطاله. سفر يوئيل يقول لك كده، لان بياتي وادي قرار وادي القضاء وبيجمع امم. ده الازمان اللي احنا داخلين فيها، كلمه امم دي الكلمه الطبيعيه خلال الثلاث سنين اللي جاي، كلمه الامم وكلمه انك تقف وتدرك ان رب بيحرك بخلاط الامم، مش امتنا، كل الامم بيحرك بخلاط الامم. ليه؟ لانه كل حاجه بتتهز، لان ملكوته فقط لا يهتز. كل حاجه بتهتز، ملكوته فقط لا يهتز. وها ملكوته في داخلكم، ها ملكوته في وسطكم، والرب يدور على انسان الروح جوه حضرتك وحضرتك عشان يعلن من خلاله ان ملكوت الرب لا يهتز. فمرحب بكم مره ثانيه ابطال الزمن اللي جاي. ربنا يخليك. حب التنبيهات، نقول تنبيهات في النص كده، نقول تنبيهات في النص. نخلي التنبيهات في الآخر. النهاردة اجتماعين، الاجتماع ده هيميل للأبعاد الروحية أو المبادئ الروحية اللي شاعر جوه روحي انها هنتحرك فيها للزمن اللي جاي. الاجتماع التاني هيبقى استراتيجيات تطبيقية أو عملية للأزمنة اللي جاية. فمرة تاني بعتذر لإخواتي اللي واقفين، بس أنا محتاجكم ما تزهقوش وما تمشوش. أنا بعتذر لوقفتكم وممكن تبدلوا مع حد. هناك ثلاث حاجات روحية مشغول بيها الاجتماع الأولاني، ثلاث حاجات روحية مشغول بيها الاجتماع الأولاني. شكل الكنيسة في الزمن اللي جاي بيتغير. ولما بقول شكل الكنيسة أنا بقى عنيه هو شكل حضراتكم، شكلنا كلنا بيتغير. المشهد الداخلي بيتغير جوانا، فالمشهد الخارجي بيتغير، شكل الكنيسة بيتغير. لأن لما رب استدعى أبطاله، أذكركم كمثال أيام أبطال داود، استدعى المتضايق والمدين ومر النفس، كلكم عارفين الحتة دي. بس لما دخلوا عهد مع داود لم يستمروا متضايقين مر النفس ومديونين، لكن تغيروا إلى التعريف بتاع أبطال داود اللي لصق السيف بيدهم. شكل حياتنا الروحية وشكل وقفتنا وشكل صورة الإنسان الداخلي بتاع كل واحد واحدة هنا بيتغير، هيئتك بتتغير. مش هيئتك الخارجية هتتغير، لأن هيئتك الداخلية بتتغير بسبب وقفتك المتغيرة قدام الرب في الزمن اللي جاي. احنا لا نؤمن بالقدرية، بعضكم سمعني بقول كده، يمكن قلت كده قريب في اجتماع الأربع، بس أنا محتاج أحط بس أرضية للي احنا هنتحرك فيه، لأن في شغل روحي هنعمله مع بعض النهاردة. احنا نؤمن بالقدرية. يعني ايه القدرية؟ يعني اللي هيحصل هيحصل، يعني اللي هيحصل هيحصل، واحنا بنصلي فقط صلوات دفاعيه عشان لما يحصل اللي هيحصل نستخبى. الكنيسه مش كده، شكل الكنيسه بيتغير. شكل الكنيسه الكتابيه مرهبه كجيش بلويه، ده شكل الكنيسه. شكل الكنيسه مرهبه مش خايفه، شكل الكنيسه مرهبه. كلكم عارفين الايات، يمكن هنقراها بعد دقايق، بس مره تاني احنا لا نؤمن بالقدريه، ولأن لا نؤمن بالقدرية يبقى القدر بيتغير. القدر بيتغير. لا نؤمن بالمكتوب على الجبين هتشوفه العين، دي مش آية، دي مش آية. احنا بنؤمن انه القدر بيتم تغييره من خلال السماء.
لما بتجد مستقر ليها من خلال صلوات وكلمات تنبؤات شعب الرب على الأرض. حضرتك مهم جدا لأن صوتك مهم جدا، لأن من خلال صوتك وصلواتك وقلبك الرب يجد مقر لي عشان يتحرك ويغير القدر. لو أنت مخضوض من هذه الكلمات، لو أنت أول مرة تسمعني بقولها، عايز أقول لك حاجة، ما لو أنت بتصدق بالقدر يبقى بنصلي ليه؟ طالما هيحصل هيحصل، أي حاجة هتحصل. الصلاة بتغير القدر، الصلاة بتصنع التاريخ. الصلاة مربوطة بصوت حضرتك، الصلاة مربوطة بأنه بيجد مستقر في إنسانك الروحي الداخلي عشان ينسكب من خلاله، عشان يتحرك في الأرض. عشان كده قال اطلبوا ليأتي هذا الملكوت، لتكن هذه المشيئة. لأن الملكوت والمشيئة مش على الأرض، وحضرتك بتطلب أن الملكوت والمشيئة ليأتوا عشان يغيروا اللي حاصل في الأرض. إذن لا نؤمن بالقدر، لكن نؤمن بالتغيير الذي يأتي من خلال الملكوت اللي بيستقر على كل صلوات وكل أصوات خارجة من قلب كل إنسان للروح داخل كل واحد واحدة هنا أو بيستمع. مستوى الجدية والمسؤولية والإدراك مش مرتبط بإحساسك الخارجي، مش مرتبط بحالتك الخارجية، مش مرتبط بظروفك بتمر بإيه واقتصادك أخباره إيه وشغلك أخباره إيه، مرتبط بإنسانك الداخلي. لما هيئتك الداخلية بتتغير ظروفك بتتغير. بقولها مرة بقولها كتير جدا، المعجزة بتاعتك دايما بتبتدي من جوه، شفائك الخارجي بيبتدي من جوه، شفاء حياتك بيبتدي من جوه، شفاء اقتصادك بيبتدي من جوه، كل حاجة بتبتدي من جوه. فرب يدور على مكان يستقر عليه في داخل روحك وقلبك عشان ينطق، عشان يصلي، لأن ملكوت الرب ومشيئة الرب بتغير ملكوت العالم ومشيئة إبليس. فالقدر اللي بيتحرك فيه العالم، لأن العالم قد وضع في الشرير، رئيس هذا العالم إبليس، القدر اللي بيتحرك فيه مملكة العالم ملكوت العالم بيتغير من خلال مملكة الله. عشان كده حضرتك موجود على الأرض في وقت مثل هذا لتغيير قدر مملكة العالم بملكوت السماء. ليأتي ملكوتك، لتكن المشيئة كما في السماء كذلك على الأرض. أي امتياز وأي جدية لهذا التكليف. واللذيذ أنه ملوش دعوة بالقشرة بتاعتك، ممكن تكون قشرتك متلخبطة، ممكن تكون قشرتك مرت بظروف بحسب المحافظة، بحسب البيت، بحسب الكنيسة، بحسب البلد، بحسب الحالة. لكن إنسانك الداخلي، إنسان الروح بتاعك ده ملوش دعوة بالقشرة. فكين الخارج يفنى أما الداخل فإيه؟ يتجدد يوما فيوما. إنسانك الروحي ده قوي جدا، محتاج لما توقف في المراية ما تشوفش تقطيع وشك، لكن تشوف إنسانك الروحي الداخلي، وتدرك ان انسانك الروحي الداخلي ده قوي ويريد ان يقوى اكتر، ويدي بعضلاته غير عاديه. في فتيات انسانها الروحي مليان عضلات وقوي جدا واطول منهم. انسانك الروحي حجمه مش حجمك. انسانك الروحي المفروض يبقى حجمه اكبر جدا من الاطار بتاع جسدك، لأن ده جسد، ده تراب. لكن الإنسان الروحي اللي داخل لحضرتك وداخل حضرتك بيتجدد، بيقوى. الخارج يفنى، الداخل يتجدد. فما فيش استثناء، لأن إنسانك الروحي ملوش دعوة بالقشرة، ملوش دعوة بالمشاعر، ملوش دعوة بذهنك بيفكر في إيه. ليه دعوة بإدراك داخلي، حضرتك بتدرك إن أنا في داخلي نار، أنا في داخلي ملكوت الله، أنا في داخلي يسوع ساكن، أنا في داخلي. والداخل ده هو المفتاح، الداخل ده هو القوة، الداخل ده هو اللي بيغير هيئتك وبيغير هيئة الكنيسة في الزمن اللي جاي. فاكرين يسوع قال لهم كده، البعض منكم لن يموت حتى يرى ملكوت الله يأتي بقوة. بعديها بثمان أيام أم أخذ ثلاثة، فاكرين، وطلع بيهم فوق الجبل وفتح وراهم ملكوت السماوات آتي بقوة. يعني إيه وراهم ملكوت السماوات آتي بقوة؟ فتح حتة في الستارة، فتح حتة في القشرة الخارجية بتاعت جسده، وابتدى جلد وجهه يلمع، ابتدى يوريهم إنسان الروح، ابتدى يوريهم، فتح عالم الروح. فرأوا موسى ورأوا إيليا، بس فتح عالم الروح، فشافوا
جزء 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 من هيبته صار يلمع كما لم يلمع قصار. مكتوب كده تغيرت هيئته قدامهم. ليه؟ المجد الداخلي وراهم حتة صغيرة منهم منه وقال سترون ملكوت السماوات آتي بقوة. ملكوت السماوات مربوطة بلمعان يسوع، مربوطة بتغير هيئة يسوع. وحضرتك كل مرة بتطلب أن ملكوت السماوات يستعلن أنت بتطلب هيئة يسوع بتتغير فيك. إنسان الروح بتاعك بيلمع بصورة يسوع أكتر فيك. أي امتياز أنك تبقى موجود في الأرض في هذا الزمن عشان تدرك أنك موجود لتغيير أوقات وأزمنة. أنت موجود علشان بصلوات وبصوت. دي أهمية القصة، دي أهمية اليوم، ومن هنا فصاعد. وهتشوف احنا بفكر في حاجات عملية هنحكي عنها في الاجتماع التاني، ازاي اساعد روحك، لانه هناك احتياج ملح. انا مش انا بس اللي محتاج روحك ومحتاج صوتك ومحتاج صلواتك، البلد مش بس البلد، البلاد الامم مش بس البلاد والامم، الرب نفسه محتاجك، محتاج كل اتان فينا، محتاج الاتان بتاعتي، محتاج كل حد. الرب محتاج عشان عايز يخش للعالم، يخش المملكة العالم. وأصنى لابن داود تبقى حقيقية وعالية في العالم، قد صارت ممالك الأرض للرب ولمسيحه. رب محتاج صوتك ومحتاج يديك المرفوعة جدا 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 علشان تغير القدر. مملكة العالم ومملكة إبليس لها أفكار ولها مشيئة، بس هناك ملكوت آخر ومشيئة أخرى أنت بتستدعيها، بتستقر على روحك وأنت بتطلقها، ليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك، فبتغير القدر، بتصنع تاريخ. ما أعظم أنك تفكر في هذه الكلمة، أن كل مرة بترفع إيديك وبترفع قلبك وبتطلق صوتك أنت بتؤثر في القدر. أقولها مرة تاني، كل مرة بترفع صوتك وبترفع ايديك انت بتؤثر في القدرية، بتؤثر في الزمن. وإلا بنصلي ليه؟ وإلا نعمل اي حاجة تاني؟ كل مرة انسانك الداخلي بيطلع صوت وبيطلع كلمة بيغير مشيئة للعالم وبيأتي بالمشيئة السماوية. فمن فضلك ما تكتبش صوتك فيما بعد ابدا ابدا ابدا، ما تكتبش عبادتك، ما تكتبش صوتك، ما تصليش لجواك. صلي بإعلان، صلي بقوة، صلي بصوت خارج. صرخ يسوع على قبر العازر. ليه صرخ؟ لو كان يسوع همس لعازر أخرج، ما كانش العازر خرج. يسوع قادر، بس صرخ يسوع ليه؟ لأنه مش بيكلم لعازر، هو بيكلم السماويات وبيكلم أقسام الأرض السفلى، بيكلم بسلطان. في صوت بيخرج، جاء وقت ان صوتك يخرج، جاء وقت ان صوتك يخرج في الاوضه وفي البيت وفي شغلك، جاء وقت ان دايما ودانك تسمع صوتك وانت بتصلي وبتتنبأ على الزمن اللي جاي. جاء وقت انك تبطل تطلق شكوى، لان في لغه جديده الرب يطلعها نحكي عليها، كلكم عارفينها. في لغه جديده الرب يطلعها في العروس بتاعته في الكنيسه في الزمن اللي جاي، لغه مختلفه، لانه عايزها تبطل تلعن الزمن اللي جاي وعايزها تتنبأ على الزمن اللي جاي. عايزة تبطل تلعن بأفكار وبأخبار وبنبوات سلبية الزمن اللي جاي وتردد نبوات سلبية، لكن تبتدي تعلن وتحمي وتفدي وتبارك وتطلق نهضة على الزمن اللي جاي. انت بتختار انت تطلق ايه وتتكلم ايه، لان كلامك مهم جدا. خلي الشارع يقول اللي يقوله، بس انت وحضرتك وحضرتك كابن الملك صوتك مهم جدا، صوتك له تأثير. لوقت مثل هذا انت موجود، فجاء الوقت للكنيسة انها تبطل تتنبأ النبوات اللعنة وتتنبأ نبوات الخراب وتتنبأ نبوات، وتقف حتى لو في كلام بيتقال عن خراب وعن لعنة، وتقف وتقول افتداء وتقول نهضة وتقول خلاص وتقول شفاء، وتتنبأ للزمن اللي جاي بطريقة مختلفة. أمين؟ أنتم موجودين؟ أمين. شكل الكنيسة بيتغير في الزمن اللي جاي. شكل الكنيسة مرهب ويجب أن يكون مرهب. احنا هتقولي طب ده شكل الكنيسة مش مرهب، أقولك ما احنا جايين نصلي، جايين. أنا جاي بحكي لك دلوقتي على حبة مبادئ روحية، ثلاث مبادئ روحية في الاجتماع الأولاني، في الاجتماع الثاني حبة استراتيجيات عملية روحية من أجل الأزمنة اللي جاي. أنا مش بتكلم بس عن 17، بتكلم عن الأزمنة اللي جاي على بعضها. خليني أقرأ لك الآية اللي عمال بقولها، سفر النشيد كلكم عارفينها، نشيد 6
من هي عدد عشرة، من هي المشرفة مثل الصباح؟ بتكلم عن العروس. كلكم عارفين سفر النشيد بتكلم عن العروس، كلكم عارفين العروس بحسب بولس الرسول هي الكنيسة، مثال للكنيسة، خطبتكم كعروس. من هي المشرفة مثل الصباح؟ عارفين يعني مشرفة مثل الصباح؟ يعني الدنيا ضلمة ضلمة ضلمة، وقبل ما الفجر يشقشق بيبقى الضلمة كحل. عارفين التعبير ده؟ قبل ما الفجر يشقشق بتبقى ضلمة كحل. في الضلمة الكحل العروس بتشرف كالصباح، يعني بتشق الضلمة. هنحكي أكتر، بس زمن خوفك انتهى. أوكي بلاش الجملة دي، منظرها مشجع. زمن مصرح ليك أنك تخاف انتهى. لما الدنيا تبقى كحل، النور اللي جواك أعظم من الظلمة اللي بره. النور، الظلمة لا تقوى على النور، النور اللي جواك أعظم. مش هو الموضوع بس أنا أوكي تعالوا نكمل. مشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة 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 كجيش بألوية، مرهبة كجيش بألوية. الرب يغير هيئتك الداخلية، بيزود لمعانك، تتغير هيئتك الداخلية. الجدية الجدية وإدراك المسؤولية إن صوتك ووقفتك وصلواتك بتصنع تأثير، بيقابلها الرب بأنه بيسكب على جديتك وعلى إدراكك للمسؤولية، بيسكب نعمة وبيسكب مجد. عارفين زمان في أول ما في موجة روحية حصلت في وسطينا، كنا عاديين بنرنم نعمة ومجد. فكان الترنيمة القديمة دي نعمة ومجد، الاثنين دولة بيعودوا على حياة كثيرين هنا. النعمة والمجد أول ما بيلقي جواك أنا هو يا رب، ها أنا ذا، زي ما استير قالت أنا بقف للوقت اللي أنا، أول ما بيجد إدراك للمسؤولية وجدية داخلية، ها أنا ذا يا رب، رب يقوم ساكب نعمة وساكب مجد. نعمة لكي تستطيع، ومجد لأن حضوره بمجد على حياتك هو اللي هيحفظك وهو اللي هيشق الطريق قدامك في كل موقف، في شغلك، في ظروفك، في بيتك، في خدمتك. هناك نعمة لكي تستطيع، وهناك مجد يحفظك ويشق قدامك. ده خبر مشجع بالمناسبة، ده خبر مشجع. كل مرة بتمد إيدك تقول له ها أنا ذا يا رب، هناك نعمة بتنسكب لكي تستطيع، وهناك مجد بينسكب عشان يحفظك ويشق قدامك. أنا هفضل أقولها لغاية لما تنور جواك، لأن أنا مش بوعظ. أنا ولا حاجة منها بقولها لك النهاردة بوعظها، ولا حاجة. كل حاجة أنا عارف هي رايحة فين، وعارف هي رايحة ليه. كل مرة هتمد إيدك للرب، كل مرة هتقف قدام الرب وتقول له ها أنا ذا، الرب هيسكب نعمة لكي تستطيع، وهيسكب مجد عشان يحيط بيك، يحميك ويخترق قدامك. كل مرة هتمد إيدك للرب، الرب هيسكب نعمة ومجد. لأنه مش بيكلفك ويسيبك، هو مش بيستدعيك من الاحتياطي ويسيبك، هو بيستدعيك من الاحتياطي ومديك أسلحته، مديك ثيابه، مديك مجده، مديك نعمته، ويقولك اوقف في الصف. مش مهم قشرتك الخارجية بقى شكلها ازاي، هاخد التعبير اللي كنت بقوله، مش مهم انك مش فت، مش زي اللي كانوا واقفين جاهزين الوقت اللي فات، مش مهم. حتى لو انت شكلك مش جاهز على مستوى الروحي، شكلك متدهول، انا اسف التعبير، على مستوى الروحي شكلك مش جاهز، مش فارق عند الرب، لانه بيسكب ثيابه على انسانك الداخلي، بيسكب اسلحته على انسانك الداخلي، وبيقولك هي دي اللي هتنتصر مش انت. فبيسكب نعمة ومجد. كل مرة بتمد إيديك هناك سكيب من النعمة وهناك سكيب من المجد. النعمة لكي تستطيع، والمجد لكي يحيط بيك، يحميك ويخترق قدامك. افتح معايا كورنثوس الثانية، أنا لسه في أول نقطة. كورنثوس الثانية إصحاح 3، كورنثوس الثانية إصحاح 3. حاجة من الحاجات الغالية اللي الرب هيعملها في الزمن اللي جاي،
كل مرة بتقعد قدامه. أنا لسه في أول نقطة اللي هو بتتغير هيئتك، بيغير شكل الكنيسة. كنيسة مرهبة 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 كجيش بألوية. سمينا هذا اليوم صوت مركبات. ما أعرفش عنك، بس في لو ميلت ودانك الروحية، لأن روحك له أعين وروحك له آذان، أذان روحك بتسمع وعينين روحك بترى، لو ميلت ودانك الروحية هتسمع صوت مركبات وصوت جيش وصوت خيل في الروح. الرب يحرك مركباته مش بس على بلدنا، بيحرك مركباته على العالم كله. في موفمنت، في حركة، في 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 تجيش في عالم الروح. بيقابلوا على الأرض اللي بيدركوا الزمن، اللي بيدركوا إن في صوت مركبات. كورنثوس الثانية 3، أقرأ لك من الأول. أنا عايز عدد 3 بس يبتدي من 1. فنبتدئ نمدح أنفسنا أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم أو رسائل توصية منكم؟ أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس. عدد 3 اللي أنا عايزه، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي. ويأتي الجزء، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمي. وهي دي الجزء الأخير ده، ألواح قلب لحمي. الرب بيمد إيديه في الزمن اللي جاي عشان يكتب في ألواح قلبك. بولس الرسول بيستخدم الصورة الموجودة في قصة موسى، لأن في قصة موسى الرب مد إيديه وبأصبعه كتب في ألواح حجرية. ولما الرب كتب في ألواح حجرية، لو حي الشريعة دولة، لو حي اللي اتكتبوا بأصبع الله دولة، لما مسكهم موسى كان بيمسك الحضور الإلهي. لما تحطوا جوه تابوت العهد، تابوت العهد هو الحضور الإلهي. حتى لما اتشال من تابوت العهد عصا هارون أو قصة المن، فضل لو حي الشريعة جوه تابوت العهد. ليه؟ ده الحضور الإلهي. يعني لما اتشالت الاختبارات، انتوا دخلتوا على الوعظ، انا مش بوعظ. قصة المن عصا هارون دي اختبارات. لما اتشالت الاختبارات، عارفين ان تابوت العهد ما استمرش فيه قصة المن وعصا هارون، فضل فقط فيه لو حي الشريعة. اللي ما يعرفش اهو عارف. في الاول، في اول فترة من تابوت العهد كان موجود جواه قصة المن عصا هارون لو حي الشريعة. بعد كده ما بقاش موجود فيه قصة المن وعصا هارون، فقط فضلت لو حي الشريعة. لما تشالت الاختبارات، لأن قصة المن ده اختبار، عصا هارون ده اختبار، لو حي الشريعة ثبتوا الحضور حتى لما الاختبارات ما بقتش موجودة. انتوا جمال، أكيد حد فاهم. الرب مد بصوابعه وكتب في لوحي الحجر، ولوحي الحجر دول حملوا الحضور. ولما الرب كتب بلوحي الحجر تغيرت هيئة موسى، صار جلد وجهه يلمع. في العهد الجديد زي ما انت شايف على الشاشة، الرب بيمد صوابعه، صوابع الروح، وبيكتب في ألواح قلبك اللحمية، حضرتك لوحي شريعة. قلبك ألواح الرب، حضرتك تابوت عهد الرب، وحضور الرب ثابت عليك حتى لو لا تختبر اختبارات محددة. ليه؟ لأن تابوت توحي الشريعة في قلبك هم ضامنين الحضور المستمر، حتى لو أنت بقالك مدة ما بتختبرش اختبارات محددة. أنتوا كويسين؟ عايز أنزل وهز البعض هنا. wake up، استيقظ، إنه ساعة، استيقظ من النوم، استيقظ أيها النائم، لأن الرب بيناديك. لو حي الشريعة موجودين جواك، ليه؟ لأن رب بيكتب زي ما هو بيقول أهو، بيكتب بيده في قلبك، بيكتب بيد الروح، بأصبع الروح بتمتد. رب قال أنا بأصبع الروح بأخرج الشياطين، فبأصبع الروح بيكتب في لو حي قلبك اللحم. قال كده، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. وابتدي يقولك أن خدمة العهد الجديد اللي مكتوبة في ألواح القلب أعظم، بمجد أعظم من خدمة العهد القديم المكتوبة في ألواح حجر. أقولها مرة كمان،
خدمة العهد الجديد اللي موجودة بأصبع الله في ألواح قلبك أعظم من خدمة العهد القديم اللي كتبها الرب في ألواح حجر. خدمة العهد القديم اتكتبت بأصبع الله في ألواح حجر خلت جلد وجه موسى يلمع. خدمة العهد الجديد مكتوبة بأصبع الروح في ألواح قلبك هتخلي هيئة كل الكنيسة تلمع. ده وقت وحنحكي عمليا في الاجتماع الجاي استراتيجية أنا مسميها استراتيجية الغرفة. جزء من استراتيجيات الاجتماع اللي جاي اسمه استراتيجية الغرفة. أنا عندي استراتيجية لقطك أو ربنا عنده استراتيجية لقطك لغرفتك. لو حد مش قادر يسمع كلمة قطك دي مش قطة. رب عنده استراتيجية لغرفتك. هنحكي عن استراتيجية الغرفة جزء منها ان رب حيمد وححكي لك ازاي بطريقة عملية. رب حيمد صوابع الروح وحيكتب في قلبك. ليه؟ لان الواح اللحم القلبية لما بتكتب عليها بصوابع الرب بيضمن هذا الحضور حتى لو بقالك مدة ما مرتش باختبارات. لو حي قلبك اللي مليانين بأصبع الله بيضمن حضوره بيغير الهيئة. في القديم ألواح حجر بأصبع الله خلت جلد وجه موسى يلمع. في الجديد ألواح قلبك اللحمية اللي مكتوبة بأصبع الروح القدس هتخلي كل هيئتك وهيئة بيتك وهيئة كنيستك وهيئة العروس بتاعت الرب تتغير. مرهبك جيش بألوية اللي بيخلي هيئتنا بتتغير إن أصبع الرب بيكتب في ألواح قلوبنا اللحمية. وده خبر مشجع جدا 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 جدا. ايه المشجع؟ انه مش فارق مع الرب انت فاكر نفسك ايه. احد الاسئله اللي ابليس والعالم وفي بعض حين ربنا في بعض حين انت هتسالها في الزمن اللي جاي كله، انت فاكر نفسك مين؟ ابليس هيجي يقول لك انت فاكر نفسك مين. انت هتسال نفسك انت فاكر نفسك مين. العالم والظروف والناس اللي هتسمعك بتصلي هتقول لك انت فاكر نفسك مين. في بعض الأحيان ربنا نفسه هيجي يقول لك انت فاكر نفسك مين. مش عشان يحبطك لكن عشان يسمعها منك. تقول له انا ابنك انا بنتك انا بطل من ابطالك انا اللي ماسك في هدبك ومش حسيبك. ما تخافش من سؤال انت فاكر نفسك مين. وانا بقول لك من بدري بقول لك من بدري بقول لك من اولها حياتي زمن هتشك في نفسك او ابليس. مش انت هتشك في نفسك، انت مش هتشك في نفسك ابدا. اوعى تشك في نفسك. اوعى تشك في الرب اللي ساكن فيك. ده بقى عنيه هياتي زمن كل حاجه حواليك هتشكك انت فاكر نفسك مين. انت فاكر انت ايه اللي خليك تصلي من اجل بلاد وايه اللي خليك تصلي من اجل امم ومفيش حاجه هتحصل و و و وكل القدريه ستاتي واللي بيحصل بيحصل واللي هيحصل هيحصل وكل حاجه كل حاجه تستمر زي ما هي. انت فاكر نفسك مين. ومحتاج انك تدرك. انا بقول لك من دلوقتي بقول لك على بدري قبل ما تسمع هذا السؤال من 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 العالم من نفسك من نفسيتك من ظروفك من ابليس من ملكوت العالم او حتى من الرب. لان الرب بيذكرك ولا بيقول لك انت فاكر نفسك مين عشان تقف عشان تستيقظ عشان ترفض التراب اللي هيترمي علينا من 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 اي حاجات بتترمي علينا ونقف نقول انا ابن انا ابن. ده احد الاستراتيجيات الثانيه في الاجتماع اللي جاي. انا بحنسكم الاجتماع اللي جاي عشان ما حدش يروح في الوسط. من فضلكم ما تروحوش. لو انت واقف تعالى لي قول لي انا وقفت في الاجتماع الاولاني عايز اقعد في الاجتماع الثاني هقعدك. بقول لك قبل ما ياتي الزمن لما هتتسال السؤال انت فاكر نفسك مين عشان تنفض التراب اللي من على هويتك وتقف في هويتك. لان شكل الكنيسه بيتغير. انا هوقف في النقطه دي. انا ممكن اقعد اتكلم واخلص كل المشاركه عليها بس انا حريص على الوقت وحريص ان انا ما تتوعش كتير لكن تدرك النقط
ما أعرفش عنك، بس أنا لما بكون موجود في اجتماع زي كده أو بعرف أن جاي اجتماع زي كده أنا بكتب. أنا شايف البعض بيكتب متشجع بيهم، بس أنا ببقى شخصيا بكتب. أنا لما بسمع حد بيتكلم عن أي بعد نبوي أثق فيه بكتب وراه، بحط نقط ليه، لأنها بتتكلم على حياتي. فاعمل كده لو أنت قادر تعمل كده، وحنساعدك في الآخر في هدية بالمناسبة وأنت خارج من الاجتماع التاني مش من الاجتماع الأولاني، عشان تقعد الاجتماع التاني وما تروحش. شرير، أنا شرير. أوكي، بعتذر عن صوتي. النقطة نمرة اثنين، المبدأ الروحي نمرة اثنين. فأول مبدأ روحي، رب يكتب بأصابع الروح في قلوبنا اللحمية، لأنه بيغير هيئتنا من خلال أصبعه الممتد على ألواح قلبك اللحمية. أنت حامل ألواح الشريعة، أنت حامل ألواح صوت الرب، لأن الرب يكتب صوته على ألواح قلبك. كل مرة هتدخل في غرفتك، كل مرة هترفع إيدك، كل مرة أنت في قطر، في مواصلة، في ميكروباص، في عربية، كل مرة في طيارة للناس اللي جاية من برا مصر، كل مرة أنت متحرك، رب هيكتب بأسبوع على ألواح قلبك أنت حامل ألواح صوت الرب. وعلى هذه الألواح اللي فيها كلمات الرب هناك حماية، هناك حضور، هناك نعمة، هناك مجد بيحيط بيك وبيخترق قدامك. أنت حامل ألواح الحضور الإلهي. هذه الكتابة بتغير هيئتك، هذه الكتابة بتخلي جلد وجهك يلمع. في العهد القديم ألواح حجرية خلت جلد وجه موسى يلمع، في العهد الجديد ألواح قلبك اللحمية ستجعل هيئتك كلها تتغير إلى صورة يسوع. نقطة نمرة اثنين، هنخش على الجد شوية زيادة عشان تتغير الأحداث اللي جاية، لأن احنا في بيزنس تغيير الأحداث، والكنيسة موجودة في الأرض عشان تغير الأحداث. احنا ده البيزنس بتاعكم، بيزنس أبوك. أنا جاي أعرفك بيزنس أبوك إيه. عارفين الولاد لازم يشتغلوا مع أبوهم، مش كده؟ الولاد والبنات بيشتغلوا في بيزنس أبوهم، صح؟ تحبي؟ أنا شايفك اشتغل في بيزنس أبوك. لازم تعرف بيزنس أبوك، لأن أبوك عنده 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 بيزنس كبير قوي اسمه آبا وشركاء. آبا وأولاده، آبا وأولاده، ده البيزنس بتاع الرب. آبا وكنيسته، آبا وأولاده، وآبا وأولاده ده بيزنس، وده بيزنس واسع قوي، أكبر جدا من مقاسنا وأكبر جدا من حجمنا، هو على حجم أبونا، لأنه ده مش البيزنس بتاعنا، ده البيزنس بتاع أبونا، بس احنا أولاده. فكل ابنة وكل ابن في بيزنس أبوه. أنا إيه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ البيزنس بقى بتاع أبوك على الأرض إنه بيغير الأحداث. بيزنس أبوك على الأرض يأتي بالملكوت. بيزنس أبوك على الأرض إنه يغير الأحداث عشان يحرك كل أحداث لامتداد الإنجيل. بيزنس أبوك تغيير الأحداث، وحطك في الأرض كفرانشايز. عارفين ايه فرانشايز؟ وكيل. ليه؟ توكيل. ليه؟ علشان انت وكالة سماوية على الارض الارضية، علشان تعمل الفرانشايز او الوكالة دي لتغيير الاحداث على الارض بقوة جاية من المقر الرئيسي لابوك. انتوا موجودين هنا؟ المقر الرئيسي لابوك. عشان تتغير الاحداث اللي جاية في الأرض لازم تتغير الهيكلة اللي في الروح اللي مثبتها أحداث الأرض. القدرية أو اللي هيحصل هيحصل، أو مملكة إبليس أو مملكة العالم عملت هيكلة في الروح. الهيكلة اللي في الروح دي بتؤثر على الأرض وبتثبت الأرض في الشر. هقول لكم حالة، بس استركزوا معايا الحتة اللي جاية دي، وبعد كده هديكم بعد كده ترتاحوا شوية حاجات مشجعة. استركزوا. اللي بيثبت الشر في الأرض حاجة في الروح، وحاجة اللي في الروح دي لا هيكل، لا ستركتشر، مثبتة في عالم الروح. ده بكلم على إبليس، وعامل هيكلة ليه
عارفين الهيكلة دي اسمها ايه؟ اقول لكم الكتاب المقدس اسمها بابل. بابل على الارض دي قصة، لكن بابل في الكتاب المقدس موجودة من سفر التكوين لسفر الرؤية. عارفين كده ان بابل في سفر التكوين؟ عارفين ان بابل في سفر الرؤية؟ يقول لك سر بابل العظيمة. اذا بابل ده كود، بابل ده سر، بابل ده حاجة لازم تتفك شفرتها، لأن بابل هي المواجهة اللي جاية وحنحكي عنها كتير في هذه الخدمة. يمكن نعمل سلسلة عن كود بابل وفك شفرة بابل. بس أنا بفتح بحنس روحك وبقول لك إحنا واقفين على إيه وداخلين على إيه، لأن المواجهة من أول سفر التكوين لآخر سفر رؤية هي مواجهة ما بين مدينتين، بس المدينتين دول مش على الأرض، مدينة سماوية اسمها أورشليم ومدينة روحية اسمها بابل، بس بابل لها سلطان العالم وأورشليم لها سلطان السماء. والكلاش اللي جاي هو كلاش ما بين هيكلة لإبليس بتتخلخل في السماويات عشان الأرض تتغير. الرب في الزمن اللي جاي هيطلق في حضرتك وفي حضرتك وفي الكنيسة فك إدراك الكود، فك شفرة سر بابل. يعني إيه بابل؟ ده العالم. بابل دي اللي موجودة من سفر التكوين من أيام البلبل، هنحكي عنها بتفاصيل، نعمل سلسلة كاملة في الأغلب في اجتماع الأربع عن بابل وسر بابل وأورشليم. لأن أورشليم مش كلام على أورشليم أي حاجة أرضية، بتكلم على حاجة سماوية. لم نأتي إلى حاجة أرضية، أتينا إلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية. قال أنتوا أبناء الحرة السماوية. ليه؟ القصة كلها في هيكلة، في ستراكتشر في السماء اسمه أورشليم المدينة الرب، وفي ستراكتشر في الروح اسمه بابل. وهذه الهيكلة بتقف ضد امتداد الملكوت وبتثبت نفسها على الأرض. عشان كده إبليس ثبت الشر على الأرض من خلال هيكلة بابل اللي في الروح. والرب بيأتي الزمن اللي جاي للكنيسة اللي تغيرت هيئتها ويخلخل، يخلخل ثبات أسوار وبناء بابل عشان الأرض تفتدى من هيمنة بابل اللي عليها. القصة دي جادة، القصة دي جادة جدا. مواجهة الكنيسة مع بابل قصة كتابية، مش هفتح كل شواهدها دلوقتي، بس الكتاب المقدس بيحكي وبتنبأ عنها كتير وكتير وكتير وكتير. بس أنا بوصل لك الصورة بكلماتي بدل ما أفتح ونعمل تعليم دلوقتي، لأن ده مش يوم للتعليم، ده يوم لإطلاق الصوت وإطلاق النبوة بإيمان. كلكم عارفين بابل، كلكم عارفين بابل العظيمة اللي تاجرت، فاكرين سفر الرؤية رؤية 18. أنا آسف أن أنا بقرأ، يعني أنا ما كنتش هقرأ، بس تجرت في كل حاجة. عدد 11، يبكي تجار الأرض ينوحون عليها لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد. هل البعد ده بعد أرضي؟ فيها بعد أرضي. هل البعد ده بعد روحي؟ فيها بعد روحي. ليه؟ لأن إبليس ثبت عمله على الأرض من خلال عالم الروح، لأن إبليس روح. مرة تاني، إبليس ثبت عمله على الأرض من خلال الروح. والرب بيقول لك أنت بتغير عمل إبليس على الأرض من خلال أسلحتك الروحية. أسلحتك الروحية قادرة بالله على هدم حصون. بابل الأرضية فيها بعد أرضي، نعم، سيستم العالم. أنا آسف دخلت في كده، ما كنتش عايز أخش، بس أنا بقالي فترة عمال بدرس عن بابل فمش بوقف نفسي. هقول لكم جملة ووقف نفسي. بابل أرضية، ده سيستم العالم، بس هذا السيستم معمول عليه سيستم روحي، له هيكلة، له ستراكتشر، له أسوار، له قصور، له جيش في الروح فوقيه. فمثبت السيستم العالم على حاجة في الروح. السيستم اللي في الروح ده سيستم بابل الروحية بيتخلخل خلال الزمن اللي جاي من خلال الإكليسية، من خلال أورشليم السماوية، من خلال الهيكلة الروحية اللي رب يوقف فيها الكنيسة عشان تخلخل أسوار بابل. أوكي، وشكم مشجع جدا لي. طب ابتسمولي. طيب خليني أكمل الآيات. يبكي تجار الأرض ينحون عليها لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد.
بضائع من ذهب فضة حجر كريم لؤلؤ بذ أرجوان حرير قرمز كل عود ثيني وكل إناء من العاج وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحدير والمرمر وقرفة وبخور وطيب ولبان وخمر وزيت وثميد وحطة. هنحكي عن الحاجات دي في السلسلة. وبهائم وغنم وخيل ومركبات. بص الحاجات اللي بيتاجروا فيها إيه. وأجساد ونفوس الناس. بابل بتاجر في أجساد ونفوس الناس. فده بعد أرضي فيها بعد أرضي بس فيها بعد روحي فيها بعد روحي لأنها بابل بتتاجر في أجساد ونفوس الناس. فبتتاجر بالنفسية. بتتاجر هو ده تجارة إبليس. بتتاجر بالنفس عشان تدي إحباط وترمي طعم مر وترمي مخاوف وترمي حاجات كده. ده تجارة شيطانية تجارة إبليس على مائدة الشياطين. فتجرت في أجساد ونفوس الناس. وبيأتي زمن يحصل شفت لأن في إكليسية بتخرج من بلدنا بتخرج في العالم كله. إكليسية أذكركم بتعريف إكليسية هو جماعة هي الكنيسة. كلمة إكليسية يعني كنيسة اللي ما يعرفش لغاية دلوقتي هي جماعة خارجة من الطبيعي عشان تقف في الروح عشان تحكم. الجماعة الخارجة من الطبيعي عشان تقف في الروح وتحكم بتعمل مواجهة مع بابل لأن عشان تحصل خلخلة. أنا حريص على الكلمة اسمعها كويس. خلخلة لهيكلة إبليس اللي في الروح. خلخلة لهيكلة إبليس اللي في الروح. كل حاجة إبليس ثبتها على الأرض لها هيكل مثبت في الروح. وفي الزمن اللي جاي الإكليسية بتخلخل أسواره بتخلخل معتمده. هي خلخلة لهيكلة إبليس اللي في الروح اللي من خلالها هذه الهيكلة ثبت شر على الأرض. الكنيسة موجودة عشان تغير الأحداث. الأحداث الأرضية هتتغير من خلال إيه؟ خلخلة لهيكلة إبليس اللي في الروح. أنتوا معايا مدركين البعد الروحي ده بعد استراتيجي. أنا بتكلم بجد. خلخلة لهيكلة إبليس اللي في الروح من خلال إكليسية كنيسة بتقف بتنفصل عن الطبيعة وتقف في الروح ومن خلال صوتها. عشان كده ربنا محتاج صوتك ومحتاج إيدك ومحتاج صلواتك ومحتاج تنبؤاتك عشان فيها خلخلة للستركتشر للهيكل للفريم للإطار اللي إبليس ثبته في الروح. ومن خلال حاجة في الروح هو ثبت الشر في الأرض. خليني أقرأ لك حبة آيات. أرمية أنتوا هنا. أرمية 31. أنا في النقطة نمرة 2. أنا الاجتماع الأولين ده بيقول لك نقطة روحية استراتيجيات روحية للزمن اللي جاي مشغول بيها جوه روحي. والاجتماع اللي جاي حديك استراتيجيات عملية للزمن اللي جاي مشغول بيها جوه روحي. من فضلك ما ينفعش تسمع الاجتماع الأولاني من غير ما تسمع الاجتماع التاني. ما ينفعش تسمع الاجتماع التاني من غير ما تسمع الاجتماع الاولاني. 431 لو قلت 31 خليها 51. 451 انا اسف. عدد 31 ده اللي كنت اقصده. 451 عدد 31 يركض عداء. طب نقرا من 30. طب نقرا من 29. ترتجي في الارض وتتوجع لان افكار الرب تقوم على بابل ليجعل ارض بابل خرابا بلا ساكن. ده في الروح. فاكرين لما حصل حرب العراق اقول لك ايه ارض بابل ارض بابل لم تصير خرابا. العراق لم تخرب للاخر. ده حاجه في الروح. مرة تاني أو دي أحد المعاني بتاعت الآية. لو أنت ترتجي في الأرض وتتوجع لأن أفكار الرب تقوم على بابل ليجعل أرض بابل خرابا بلا ساكن. كف جبابرة بابل عن الحرب. كما على عالم الروح ده الستركتشر ده الهيمنة ده الهيكلة بتاعت إبليس اللي ثبتها في عالم الروح. ومن خلال الستركتشر اللي في الروح ثبت الشر على الأرض. وبتأتي كنيسة من الأرض تقف في عالم الروح إكليسية عشان تعمل مواجهة مع بابل اللي في السماويات وتخلخل معتمدها تخلخل معتمدها. فالشر المثبت على الأرض يتخلخل فالرب يتقدم بملكوته. تتغير الأحداث. كمل معاي. كف جبابرة بابل عن حرب جلسوا في الحصون نضبت شجاعتهم صاروا نساء. ما احترمنا للنساء. حرقوا
لأن ده مش بيتكلم على الأرض، ده بيتكلم عن أنهم خايفين، مش بيتكلم على حاجة أرضية، بيتكلم أنهم خايفين. حرقوا مساكنهم، تحطمت عوارضهم، يرقد عداء للقاء عداء ومخبر للقاء مخبر ليخبر ملك بابل مدينته قد أخذت عن أقصاه. في خبر حيخرج، في خبر حيخرج في الروح، وهذا الخبر بيخرج من خلال الكنيسة، هذا الخبر بيخرج من خلال الإكليسية اللي واقفة في الروح، وهيحصل حركة في ملائكة الشر. يخرج عداء من ملائكة الشر، يخبر عداء من ملائكة الشر، لأنه ما سمعوا صوت خارج من الكنيسة، بابل قد أخذت عن أقصى. ليه؟ لأن خربت المملكة. ليه؟ لأن الكنيسة استيقظت وتغيرت هيئتها، صارت مرهبة كجيش بألوية، وهذا الجيش له صوت وصوت مركبات بيخلي بابل تدرك أن الكنيسة استيقظت فبتتخلخل معتمدها. حضرتك مهم جدا، أنا في عرض روحك، أنا في عرض صلواتك، أنا بتكلم بجد، أنا مش بهزر، أنا بتكلم بجد، أنا محتاج إيديكي ومحتاج صوتك جدا 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 بلا استثناء. والرب يستدعى الاحتياطي، بيستدعى المزدرة وغير الموجود، العرج والعمي، لأن العرج قد نهبوا نهبا في الزمن اللي جاي، لأنه بيستدعيهم بيستخدمهم بحسب إنسان قلب الداخلي. أول ما بيكتب بصوابعه في ألواح قلوبهم بتتغير هيئتهم، وأول ما بتتغير هيئتهم بابل بتدرك إن الإكليسية وقفت هنا. أول ما الإكليسية بتقف هنا وبتدي تنطق، في حاجة بتتخلخل في هيكل بابل، وهو ده التكليف في الزمن اللي جاي، خلخلة للستركتشر، للهيكلة اللي بناها إبليس لفترات طويلة وثبت من خلالها الشر على الأرض، والكنيسة بتقف وبتدي تلمع، تفتح شوية كده من القشرة بتاعتها وتخرج، ويخرج النور وتتغير هيئة الكنيسة زي ما تغيرت هيئة يسوع قدام الثلاث تلاميذ. بتتغير هيئة. على فكرة فاكرين كورس ثانية ثلاثة أنتم مكتوبين بأصبع الله في ألواح قلب لحمية؟ فاكرين إيه موجود في كورس ثانية ثلاثة 18؟ نتغير إلى تلك الصورة عينها. أتاري لما الرب بيكتب بأصابعه في ألواح قلبك اللحمية، حضرتك بتتغيري إلى تلك الصورة عينها، فتقدري تقفي وتفتحي شوية كده هو، وتتغير هيئتك قدام إبليس، تتغير هيئتك قدام بابل، وبابل تدرك إيه ده الكنيسة فتحت القميص بتاعها، الكنيسة شمرت الكم وفتحت القميص. ويخرج عداء للقاء عداء ليخبر ملك بابل الحق 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 مدينته قد أخذت. يجري عداء للقاء عداء ويخبر ان مدينة بابل بيحصل عليها هجوم لان الكنيسة فتحت القميص. انتوا كويسين؟ اقول لكم آية تانية مشجعة عشان انتوا مشجعين. اشعيا 6، اشعيا 6 66. مش عارف ليه ذهني بيجيب الآية قبل الشاهد قبل الإصحاح. أشعيا 66 عدد 6، أشعيا 66 عدد 6، دي آية لا علاقة بعنوان، عنوان مشارك، عنوان اليوم كله، عنوان اليوم كله إيه فاكرينه؟ صوت مركبات. أنا عايزك تميل ودانك الروحية، في صوت مركبات فوقينا، أنا بتكلم بجد، في صوت مركبات في الزمن ده وحيزداد صوته. ولو انت في اوضتك سمعت صوت مركبات ما قلت هناك الروحيه وسمعت صوت مركبات ما تخضش. اشعيا 66 عدد 6، صوت ضجيج من المدينه، صوت من الهيكل، صوت الرب مجازيا اعدائه. الايه دي مشجعه جدا. تعالوا نبتدي من ورا لقدام. صوت الرب مجازين أعدائه، ده يخليك تقول هاليلويا. أوكي ماشي، صوت الرب مجازين أعدائه. اطلع بقى اللي قبليها، صوت من فين؟ من الهيكل. الهيكل مين فيه؟ إحنا. إذن صوت الرب مجازين أعدائه، اللي طلع صوت الرب مجازين أعدائه هو الصوت اللي خارج من الهيكل، صوت حضراتكم. الصوت اللي خارج من الهيكل هو صوت الرب مجازين أعدائه. يا رب تنور. الصوت اللي خارج من الهيكل هو صوت الرب مجازين أعدائه. احنا ماشيين ورا قدام، فصوت الرب مجازين أعدائه هو الصوت اللي خارج من الهيكل من ولاد الرب. ده صوت ايه؟ صوت ضجيج، صوت ضجيج، دوشة،
مركبات، في صوت خارج، في حاجة خارجة، في حاجة رامبلينج زي ما بيقولوا في الإنجليزي، حاجة يعني العجلات بتاعتك، المركبات بتاعتك ليه؟ لأن الكنيسة بتفتح القميص قدام بابل في الروح في الإكليسية، مش محدش ياخد الجملة. صوت ضجيج من المدينة، صوت من الهيكل، صوت الرب موجزين قاعدة. وعشان كده بقولك من فضلك ما تكتمش صوتك، من فضلك، لأن صوتك اللي خارج من قطك، صوتك اللي خارج من الهيكل، الهيكل بتاعك، صوتك ده صوت مركبات، ده صوت ضجيج. وهذا الصوت المركبات وصوت الضجيج ده صوت الرب مجازين أعدو. هنحكي في الاجتماع اللي جاي عن الصوت. من فضلك الرب محتاج صوتك، قولة الرب محتاج لصوتك، الرب محتاج لصوتك، الرب محتاج لصوتك، لأن صوتك اللي خارج من الهيكل ده صوت ضجيج، ده صوت الرب مجازيا أعدائه. إيه اللي قال وراه؟ قبل أن يأخذها الطلق ولدت، قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا. من سمع مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ هل تمخض بلاد في يوم واحد؟ هل تولد أمة دفعة واحدة؟ أوكي نعم، بس عارفين إزاي؟ صوت ضجيج، صوت ضجيج، صوت خارج من الهيكل، ده صوت الرب مجازين أعدائه. ده بيخلي قبل الطلق من غير ألم ولادة، قبل الطلق ولدت يعني من غير ألم، من غير ألم. أنا مش بكلمكم أنتوا، أنا بكلم الفضاء. من غير ألم، أنا بتكلم بجد، أنا بكلم عالم الروح، أنا بكلم الهيكلة اللي فوق اللي حطت ستراكشر يقولك لازم بالألم أي حاجة، حطت هيكل فوق لازم تدفع ألم عشان تاخد أي حاجة. أنا بقول من غير ألم. فأنا مش بكلمكم، أنا بكلم بابل، لأن بابل دخلت في بعض حين جوا حبة تعليم في دماغ الناس لتستم العالم لازم تدفع، لأنه بالألم أي حاجة. قبل أن يأخذها الطلق ولدت يعني بدون ألم، قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا. من سمع مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ هل تمخض بلاد في يوم واحد؟ حول جملة، ربنا يديني حكمة. مش علشان حد بيخاف، بالعكس أنا هتكلم ضد الخوف، لكن كتابيا مش لازم يحصل ألم عشان البلاد يحصل فيها نهضة، بل بالعكس. في سفر الرؤيا في آيات كتير يقول لك بسبب الضغطات وبسبب الضيقات الناس كانت بتصر على سنانها وبترفض الرب. فأنا برضو بخبط في ستراكشر، في هيكلة، إن بسبب الضيقات النهضة بتيجي، مش شرط، مش خوف، بس مش شرط. هتفهم حاجة ونسيبها عند هنا، نوقفها هنا. فمرة تاني، صوت دقيق من المدينة، صوت من الهيكل، صوت الرب مجاذين أعدائه. قبل أن يأخذها الطلق ولدت، هل تولد أمة دفعة واحدة؟ نعم نعم تولد أمة دفعة واحدة. أشعيا برضو، أشعيا، بس أشعيا 13 المرة دي. أنا لسه في قصة بابل معاكم. ليه؟ لأن الكنيسة الإكليسية بتطلع في عالم الروح وبتخلخل هيكلة بابل اللي من خلالها ثبت الشر في الأرض، فبتخلخل المبنى، تسقط قوة معتمدها. عارفين الآية دي؟ تسقط قوة معتمدها. هنحكي وحنحكي عن الكود بتاع بابل، هنسقط قوة معتمدها. ليه؟ هيجري عداء للقاء عداء، ومخبر للقاء مخبر، عشان يخبر ملك بابل. الكنيسة استيقظت. أشعياء 13 أقيموا راية على جبل أقرع. ده وحي من جهة بابل بالمناسبة، أشعياء 13 وحي من جهة بابل. أقيموا راية على جبل أقرع، ارفعوا الصوت إليهم، ارفعوا صوت، ارفعوا صوت إليهم. ربنا محتاج صوتك. أيتها الأتان،
ارفعوا صوت إليهم، أشيروا باليد. ربنا محتاج إيدك، ده هو اللي بيقول، مش أنا اللي بقول. شايفين الآية؟ مش أنا اللي بقول. أقيموا راية على جبل أقرع، ارفعوا صوت إليهم، أشيروا باليد ليدخلوا أبواب العتاة. أنا أوصيت مقدسية، ده أنتوا أوصيت مقدسية، أنتوا قدس للرب. دعوت أبطالي لأجل غضبي، مفتخري عظمتي. ده الرب اللي بيتكلم، لأجل غضبي مفتخري عظمتي أنا أوصيت مقدسية ودعوت أبطالي. صوت جمهور على الجبال في الروح، صوت جمهور على الجبال، شبه قوم كثيرين، صوت دجيج ممالك، أمم مجتمعة، رب الجنود يعرض جيش الحرب. Good morning، صباح الخير. أنتوا هنا، الرب محتاج إليكم، والرب بيعرض جيش الحرب. الرب دعوت أوصيت مقدسية، دعوت أبطالي، صوت جمهور، شبه قوم كثيرين، صوت ضجيج ميل ودانك، في صوت مركبات، في صوت دوشة شغالة فوق، صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة، رب الجنود يعرض جيش الحرب. ليه؟ لأنه في حاجة حصلة. لما تبص في كتاب مقدس طبعا بصورة أرضية في بابل وفي أريحة، بس القصة لأنها قصص روحية، دايما رب يحط هيكلة مضادة للتقدم. أول بلد قبلوها، أول ما دخلوا أرض كنعان، هي أريحة. ليه؟ ده structure، ده هيكلة، وهذه الهيكلة موجودة لوقف تقدم شعب الرب وامتداد الملكوت على الأرض. فبيحط بيحط أريحة ليك، بيحط بابل ليك. والقصة كلها إن بابل وأريحة بتحسم في الروح، ما بتحسمش في الأرض. واللي كانوا بيعملوه في انتظارهم على أريحة، ده طرق السماوات أعلى من طرق الأرض، هكذا طرقي أعلى من طرقكم، فاكرين؟ فإزاي تنتصروا في قصة الروح دي ولا حاجة دوروا حولها؟ وفي اليوم السابع دوروا 7 مرات وبوقوا، والقصة كلها بتحصل في عالم الروح. وأول ما حصل كده خلخل أسوار أريحة، وقعت في مكانه، وقع السور في مكانه. هو ده اللي هيحصل في عالم الروح، لأن انتصارك على بابل مش انتصار بقوتك ولا بقدرتك ولا بصلاحنا ولا بأي حاجة، ده انتصار باستراتيجية جاية هحكي لك عنها في الاجتماع الجاي، من استراتيجية الغرفة. لأن استراتيجية الغرفة ربنا هيديك فيها حاجات كثيرة قوي، هيديك فيها ازاي توقع أسوار أريحة اللي بتوقف قدام وتسقط قوة معتمدها. فأشعياء 13 بيقول لك ببساطة هو ده اللي بيحصل، إن بابل بتتخلخل قصورها وهيكلتها من خلال شعب الرب يقف في عالم الروح. أنا أوصيت مقدسية، دعوت أبطالي، أقيموا راية على جبل أقرع، ارفعوا صوت إليهم، أشيروا باليد ليدخلوا أبواب العتاة. صوت جمهور على الجبال، شبه قوم كثيرين، صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة، رب الجنود يعرض جيش الحرب. تعالوا نروح على دانيال 10. انتوا هنا؟ انا طولت عليكم؟ لا، حد قال انا سمعت حد بيقول حاضر. الاستراتيجيه نمره 3 او النقطه الروحيه نمره 3 صغيره قوي. بابل ده موضوع مهم في الزمن اللي جاي. دانيال 10 أنا ما قلتش آيات كتير بصراحة، أنا موقف نفسي. أسوار أريحة هتقع. أنتوا عارفين مين قال كده؟ رحاب قالت أنا عارفة تاريخكم الروحي، إحنا من يوم ما أنتوا خرجتوا من أرض مصر، من يوم ما الرب شق البحر الأحمر، وإحنا عارفين بخبركم، ذابت قلوبنا فيكم، وأنا عارفة أن السور حيقع. رحاب جواها إيمان أكتر من شعب الرب. رحاب جواها إيمان أكتر من شعب الرب. رحاب جواها إيمان لأنه التاريخ الروحي بتاع حضرتك وبتاع حضرتك، حتى لو في حاجات كثيرة، الشعب التاريخ الروحي ما بين شق البحر الأحمر ووقوع أسوار أريحة كان في ضعفات كتير، شكوا وداروا وكعبلوا وتزمروا وعملوا حاجات كتير، بس التاريخ الروحي اللي بيحفظه الرب لحضرتك هو تاريخ انتصاراتك مش تاريخ ضعفاتك. في 10 قالوا هللويا، باقي الباقيين مش هللويا. يعني هللويا هللويا، انا وانت بنقول هللويا.
الكتاب المقدس مليان كده. عارفين ان شمشون من ابطال الايمان؟ شمشون موجود في عبرانيين 10، عبرانيين 11. شمشون موجود في عبرانيين 11 ليه؟ لانه من ابطال الايمان. ليه؟ لانه صدق ان شعر راسه قلة حلق هيطول، ولما صدق ان شعر راسه الطول ده بيرجع له القوه، وقف واسقط المعبد. طب كل تاريخ ضعفات شمشون اتلغى؟ لان رب يحفظ في زقه وبيحفظ في تاريخه كل انتصاراتك وبيغطي كل ضعفاتك وانت ماشي وراه. تراكم انتصاراتك هو اللي بيحفظ، والخبر عند ابليس هو تراكم انتصاراتك مش تراكم ضعفاتك. فالخبر اللي عند اختنا رحاب ايه؟ عبروا البحر الاحمر، انتصروا على ملك عود وملك باشان، وعبروا الاردن. ده الاخبار اللي عندها. عندها اخبار شك ودوران وتذمر وبريه، ما عندهاش الاخبار دي. عندها اخبار بحر، انتصار. هي دي الاخبار اللي عندها. تراكم انتصاراتك، عشان كده زود انتصاراتك الشخصيه، لان ده بيعمل تراكم في الغلبه اللي بيوقع اسوار بابل واسوار أريحة. مضمون سقوطها اول ما بتفتح القميص بس وتقول انا اكليسيه. دانيال 10 عدد 12 قال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك. أنا أتيت لأجل كلامك. رئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوم، وذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. في أبعاد كثيرة في الشاهد ده. دانيال من أحد الشخصيات اللي حتى هيزداد الحديث عنها في الأزمنة اللي جاية كلها في وسط شعب الرب، لأن دانيال وبابل دولة إيه؟ دولة الإكليسية وبابل. ده جزء من كود بابل بيكشف من خلال دانيال. للي ما عندوش خبر، دانيال كان في بابل. للي ما عندوش خبر، دانيال بيصلي. بس أتاري دانيال مش بيصلي هنا إنسان الروح بتاعه بيصلي في السماويات، وفي حاجة بتحصل في السماويات بسبب الإكليسية اللي حصلها جوه دانيال. فالإكليسية مش شرط يكونوا ألف أو أكتر من ألف أو خمسة أو واحد. هو إدراكك الداخلي إنك بتنفصل عن الطبيعي عشان تقف في الروح، عشان أول ما تقف في الروح بتحكم. الواحد في الإكليسية لو فتح قميصه يسوع اللي بيخرج، زي ما الألف اللي في الإكليسية لما يفتحوا قميصهم يسوع اللي بيخرج. فدانيال في الروح، عشان كده حصل تأثير في الروح. قال له من أول اليوم، من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك، أنا أتيت لأجل كلامك. ده مين؟ ده جبرائيل، ده أحد رؤساء. ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوم. وأتاري حصلت مواجهة في الروح ما بين رئيس مملكة فارس، هو كان في بابل، رئيس مملكة فارس وجبرائيل. ولأن رئيس مع رئيس حصل لك قفلوا مع بعض، فجاء ميخائيل عشان جبرائيل يتحرك ويوصل لدانيال، واللوك اللي حاصل ده يستمر، القفلة اللي حصل تستمر. دي مواجهة حصل ما بين رؤساء. رئيس على فكرة، بالمناسبة بس عشان لخبط دماغ بعض الناس اللي هنا، عدد 13 عدد 13 رئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوم، وذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند إيه؟ ملك ولا ملوك؟ ملوك. أوكي، أنا كده لخبطت بعض الأذان لهنا وأنا عملتها عن قصد، وأسيبك متلخبط شوي. فده كان ما كانش ملك فارس، ده ملوك فارس في الروح. وكان جبرائيل واقف قدام ملوك فارس، ولما جاء ميخائيل وقف قدام ملوك فارس، وجبرائيل راح لدانيال ورجع عشان يكمل المواجهة. وهنحكي في الاجتماع الثاني حاجة عملية في القصة دي. بس أنا عايزك تدركوا أن في هذا الزمن الكنيسة بتتحرك مع الرؤساء الأولين. السماء بتتحرك، وجند السماء هيتحرك على الكنيسة، وسيستعلن في الأرض جند السماء. أنت غير متروك
ملائكة الرب الأرواح المرسلة لخدمة القديسين ستتحرك بوضوح في الزمن اللي جاي. بعضكم حيستضيف ملائكة، بعضكم حيرى أنوار بملائكية. مش بنعبد ملائكة، مش بنخدم ملائكة، الملائكة جاءت لتخدم القديسين. واختبار إدراك الرؤساء الأولين اللي بيتحركوا على الأرض من أجل كل مواجهة مع كل حد بيعمل مواجهات مع بابل حيزداد في الزمن اللي جاي. سفر نحمي الجند السماء لك يسجدوا، عارفين كده؟ جند السماء ده، ده, ده, ده إدراك المواجهة دي مربوطة هذا التعبير الرؤساء الأولين. مش موضوعنا دلوقتي، بس أحد الرؤساء الأولين ميخائيل وجبرائيل دول من الرؤساء الأولين بيقفوا قدام رؤساء فارس وملوك فارس واليون. حنبص عليهم على خفيف الاجتماع اللي جاي. أمين. ثالث مشاركة صغيرة بسرعة 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 بسرعة. انتوا لسه هنا؟ لسه صحيين. ملوك الثاني، ملوك الثاني مشاركة سريعة جدا، ايتين صراع بساط مفهوم مش اي تعليم. بساط ملوك الثاني 7، هقرا ايتين وهنصلي. ملوك الثاني 7 عدد 6. الرب اسمع جيش الاراميين. لا كانت مظبوطة 7-6، الشاشة كانت مظبوطة الاول 7-6. الرب أسمع جيش الأراميين. صوت إيه؟ إيه ده 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 بتاع النهاردة. الرب أسمع جيش الأراميين إيه؟ صوت مركبات، ده إعلان النهاردة. صوت مركبات، صوت خيل، صوت جيش عظيم. قال الواحد لأخيه وإذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحيثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا، فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كلها كما هي وهربوا لأجل نجاة أنفسها. جاء البرص إلى آخر المحلة ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا وحملوا منها فضة وذهب وثياب ومضوا وتمروها، ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وتمروا. ثم قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون، هلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. أول ما بيحصل صوت مركبات، صوت خيل، صوت جيش، العدو بيهرب والبورس بيخش. في صوت مركبات في الروح، أول ما الكنيسة بتوقف الرب يحرك مركباته. في صوت مركبات في الروح، أول ما حضرتك بتوقف في الزمن اللي جاي الرب يحرك مركباته. أنا بشجع، أنا بعتذر للناس الوقف، هتقعدوا بعد دقايق لما هتخرج الناس دي، وهتقعدوا في الاجتماع اللي جاي، وهتقعدوا في الاجتماع اللي جاي. بس أنا عايزكم معايا، أنا عايز حتى الناس اللي وقفت وتعبت، أنا عايزكم معايا. أنا واقف معاك بس أنا عارف بتكلم وإنت واقف، بس أنا عايزكم معايا وعايز صوتك معايا. كل ما بنقف الصورتين الأولانيين صورة الرب اللي بيستدعي الكنيسة لتتغير هيئتها، لأن بيكتب في ألواح قلبها اللحمية، اللي بتقف في الروح قدام مملكة بابل عشان تتخلخل معتمدها. أول ما الرب بيلاقي، أول ما إبليس بيلاقي الكنيسة واقفة كده، إبليس بيدرك إن وقت خرابه قد حل. يا ويلي يا ويلي، فاكرين؟ يا تلفي يا تلفي، ليه؟ لأن الكنيسة وقفت. ده اللي بيحصل أول ما الكنيسة بتقف، بابل بتدرك إن خلخلة معتمدها جاء، والرب يقوم محرك مركباته. صوت مركبات في الروح، الرب أسمع جيش الأرمين، صوت مركبات، صوت خيل، صوت جيش عظيم. هو ده الصوت اللي خارج، فاكرين صوت الجيش؟ ده صوت خارج من الهيكل، ده صوت الرب قاضيا على أعدائه. فاكرين صوت ضجيج؟ صوت من الهيكل خارج. حضراتكم حضراتكم عين دوشة، صوت ضجيج، صوت خير، صوت مركبات، صوت جيش. ده صوتكم أنتوا اللي بيعلن صوت الرب. أختم بآية أخيرة، قلتكم آيتين، الآية الأخيرة حزقيال 1، وحنصلي الآن. حزقيال 1، حزقيال 1 على 24 يتكلم عن حركة الروح لما صارت. سمعت صوت أجنحتها، ده صوت حركة الرب، ده الصوت اللي بيحصل في السماء، ده الصوت اللي بيحصل في عالم الروح. لما صارت سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه كثيرة، كصوت القدير، صوت ضجة كصوت جيش.
ده الصوت اللي بيتحرك علينا لما بنحرك أرواحنا في السماوات قدام الرب. صوت مركبات. إيه الصوت اللي بيخرجه الرب؟ صوت خرير مياه كثيرة، صوت القدير، صوت ضجة، صوت جيش. في حاجة بتحصل في عالم الروح، في قوة في الصوت اللي خارج، في قوة في الصوت اللي بيحصل في عالم الروح، في صوت مركبات بتحصل. الرب أخرج جيشه، رب ينادي على جيشه على مركباته. ليه؟ لأن بابل ومعتمدها عداء للقاء عداء ومخبر بيخبرها. يتلفي يتلفي، في حاجة بتحصل في عالم الروح، شكلنا بيتغير. الضعفاء العرج سينهبوا نهبا. إنسان الروح بتاعك قوي جدا. أنا في آخر جملة بقولها في هذه المشاركة وحنصلي مع بعض دلوقتي، أنا باصص على أبطال الزمن اللي جاي، أنا باصص على أبطال الزمن اللي جاي، والرب باصل على أبطاله في الزمن اللي جاي.